عاجل انخفاض 800 جنيه في الجرام، تراجع حاد يضرب سعر الذهب بالأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم. الذهب هبط بقوة في مصر النهاردة، عيار 21 نزل ل 3600 جنيه للجرام بعد ما وصل ل 4400 جنيه في وقت سابق. هنقول لكم الذهب في مصر بدون مصنعية النهاردة، عيار 24 سجل 4142 جنيه للبيع و 4114 جنيه للشراء، وعيار 22 سجل 3797 جنيه للبيع و 3771 جنيه للشراء، عيار 21 سجل 3625 جنيه للبيع و 3600 جنيه للشراء، عيار 18 سجل 3107 جنيه للبيع و 3085 جنيه للشراء، عيار 12 سجل 2071 جنيه للبيع و 2057 جنيه للشراء. الجنيه الذهب سجل 29000 جنيه للبيع و 28800 جنيه للشراء، وسجلت أونصة الذهب 1996 دولار للبيع و 1995 دولار للشراء. في بعض النصائح هنقولها لحضراتكم، وهي انكم تتابعوا اسعار الذهب بشكل منتظم قبل الشراء، وقارنوا الاسعار بين مختلف محلات الصاغة، وتأكدوا من جودة الذهب قبل شراء. في برضو بعض النصائح الاخرى، هل هتشتري للزينة ولا للاستثمار؟ حدد هدفك من الشراء وما تشتريش اكتر من اللي تقدر عليه، حدد ميزانيتك وقارن الاسعار بين مختلف محلات الصاغة قبل الشراء، واسأل عن العروض والخصومات، واطلب فاتورة وشهادة ضمان، وتأكد من جودة الذهب. وعيار 21 هو الاكثر شيوعا، اختار عيار الذهب المناسب، وانتبه لمصنعية الذهب فهي بتختلف من محل لآخر، وعندما ترتفع أسعار الذهب اختار الوقت المناسب للبيع، وقارن برضو الأسعار بالمختلف محلات الصاغة، واسأل عن أفضل سعر، واطلب فاتورة وتأكد من وزن الذهب ودمغته، وانتبه لرسوم البيع عشان في بعض المحلات بتفرض رسوم. وفي نصيحة عامة، وهو استخدم الإنترنت أو تابع أخبار أسعار الذهب بشكل منتظم على تطبيقات الهاتف المحمول،